شيء بالشكل المطلوب يعني. طيب اعطونا يا شباب مبارك لها. ايه اعطونا مبارك. قال الذي من زمان النغص قد عانى يوما بيوم وأفراح وأحزانا، ليست معاناته من جمع أموال وليست محبة حبيب منه والهانا. أصبر على جور وقتك لو تألمت، ما أطلخ ما نهاية وقته هانا. واكتم سرورك وحزنك لا تجاهر بها، لا يعلم إن كنت مهموم وفرحانا. كم حر من همه عيناه منطمسة، وحط في قبره والهم يخفانا. فاخضع ولا تخضع لغير الصمد آخر، واصبر ولو كان يبن الناس ما كان. اصمد بوجه المصائب وأنت مغرورا لو أكثرت فيك تعذيب، وخذ لنا لا تنكسر لو تكسر فيك سبع ضلع. كالنخل لا ينكسر لو مات ظمآنا، لو ينكسر جذعه لا تنكسر قامته، لا ينحني رأسه لو موته حان. حياة الإنسان لا توقف على أحد، إن خانك الصحب أبدلهم بصحبانا. صحب يساوي الرجل منهم 100 شخصا، ولو خان ما خان يبقى وفي ما خان. سلامتكم. مبارك الهشامي شاعر ومقدم، وفيه موهبات مدري تستفيدون منها في البرنامج ولا لا. وش الموهبات؟ مدرب سباحة. مدرب سباحة؟ الله أكبر. أنا أجيب لك مسبح من هنا. ما أدري والله هي بتدعمه ولا لا. طيب الله أكبر. أنت لو أفكرك مدرب سباحة ذي كان أنا أحسك مبارك. لا والله أعرف السباحة لكن ما تدربت، وإن شاء الله يعني شخصيتك شوي رسمية ولا لا؟ لا والله واقعية أبشر. تقبل المزح ولا شيء ذي؟ نعم أكيد. مو بحد بكرة يمزح معك وبعدين تزعل ولا شيء؟ لا ولا. لا ما عليك. صدرك شمال فقرة حقها، وقت هي. القصيد طالع ممكن نعطيه وقت الضحك والمزح. طيب أنت شاعر ومنشد ها؟ ومقدم. مقدم. مقدم ولا منشد؟ الإنشاد يوم أنا يزين الصوت يوم. اليوم زين الصوت ولا اليوم طال عمرك تبيني اعطيك؟ اعطيتك. يلا عطى خلاص. يقول العين من عقب غاليها تصبح مع الهم وتبيت، ونمرها ما ينسيها لا رحبت به ولا حيت. كم حاجة رغبتي فيها والحظ عيا وهي عيت، وجبرت عرض وخليها عرض حي على ميت. سلامتك. صح لسانك صح صوتك. الموهبة الثابتة اللي هي شاعر والإنشاد طال عمرك. التقديم لك في التقديم ولا؟ التقديم ما عندك مشكلة، هو أشوفه ما هي موهبة التقديم، أشوف أنها أي واحد يبي مثل والله أنا ما لي دخل. هو اللي قال وش يقول التقديم ما أشوف أنها موهبة؟ أشوف أنها يشوف أشوف أنها موهبة عنده يعني قصدي يعني لا. أشوف أنها تتعلم. لا أنت تقول التقديم مين موهبة؟ أي واحد يقدم صح؟ موهبة أي واحد بس يعني لو يرغب هالواحد يعني يومين إن شاء الله. لا غير صحيح والله. لا والله غير صحيح. عاد أنت الحين أخطأت لحق اثنين. إيش؟ طيب أنا لو الحين أجيك وأقول أبي أقدم مستحيل. مو أي واحد بيقدم بيطلع لي بيقدم صدق يعني. أنت تشوف التقديم يعني إنه وجالس يغلط علينا يعني. إيه يغلط هو بالعربي كل واحد بيقدم يقدم. أنا قد قدمت فيه. إيه أوكي بس مو أي أحد يتقن. وأنا والله أنا بقدم بس إني ما كان غلط وأنا ما أدري في المعرفة. يا رجل في أقسام في الجامعات تدرس. هذه والله يا الربع أنا قد قدمت في. طيب ورنا التقديم اللي أنت عندك عادي هذا خلنا نشوف. بس إنهم معطيني ورقة وأقراها ما هم الرأس. لا هذا ملقي أنا أبي مقدم. يعني قصدك مذيع. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نرحب بكم في قناة الواقع من برنامج البزنس، ونرحب معنا ضيوف هذه الحلقة مع شاعر وهو علم من أعلام الشعر فلان بن فلان، ومع المنشد الكبير كذا وتمارس معك فلان بن فلان. هذا بتقول يعني لا أقرأ اسمه شاعر ما جاء سحب على الحلقة الله وكل شيء يضحك على ما يقولون بتاع كله. هو دائما بتاع كله هذا هو اللي يخوف ولا جعلها وما ما صار في شيء. لا لا ما عليك عليك بإذن الله. طيب لك في التجارة في الأشياء هذه؟ أبشرك نعم دلال. وش في مشاريع دخلتها ونجحت ولا؟ أبشرك كوفيهات وعلوم الطيب. ها قائمة الآن؟ للحين الله الله أبشرك. ما شاء الله يعني في البزنس إن شاء الله تكون مسوق ورجل أعمال إن شاء الله مستقبلا بإذن الله. اللي ما ترامعين. حس الله يوفقك. بس علشان نقبلك مبارك تعرف التسعين يوم هذه يبغى لها شخص متكامل في كل شيء، في الواقعية في الرياليتي في الحضور في الشعر. ترى الشعر ترى جانب بسيط جدا
هذه ادورها من مبطي يعني. انا ابي اعيش الواقع من مبطي، لكن لا جيت خليت الجوال سنه وكل ما جيت مجلس او شيء لانهم يعني انجبرت ارجع له. انا خليت الجوال يعني سنه. انت تشوف ان الجوال هو مشكلتك يعني؟ سام الجوال هو مشكله بالنسبه لك يعني؟ لا لا مو مشكله، ما غير مشكله عندي. بس ترى 90 يوم ما راح تشوف الجوال يعني. هذا افضل شيء. انا خليت اقول لك سنه مو 90 يوم. تقدر تتحمل يعني؟ ما عندك مشكلة يعني؟ نعم، بدون اتصال بعد، لا تحسب معي كشافة يتصل بدون حتى اتصال. نعرف هذه. والله نعرف هذه. إيه والله. نعرفها بدون كشاف. إيه والله، لكن ينجبرت. أنا خايف لو يكون الكشاف اللي معك وهذاك مهربه من الحين مزبنا في القناة. لا ما عليك. من وين دخلت مع الباب ذا ولا من وين؟ سام. أنت من وين الباب اللي دخلت معه أنت؟ مع الباب. إيه بسوي شباب تفتيش عشان خافك خاش شيء ولا؟ ما عندك مشكلة أبشر. أنت أحس يا أخي إنك أنت من الناس اللي بتعدي. جوالات ما عليك. ها؟ من يوم اني في المدرسة هنا ما شاء الله. ما عمرك هربت من المدرسة ولا شيء؟ مرة. ولا الحصة الرابعة ولا من 10 سنة أبشرك نحمد الله. من 10 سنة ما هربت ولا مرة. يعني الجامعة ما دخلتها؟ هذا كان طلعني مرتين واحد من إخواني الكبير بس ولا. أي مدرسة درست فيها بسألهم أنا؟ والله درست طال عمرك البداية في محافظة الأفلاج. الله الله. ودرست الثانوي آخر ترم في الرياض هنا. في حي الملك فهد. الله زين. تعرف عبيد فارس؟ عبيد فارس قد واجهته يعني. لا أبغى أقول لك ليش قد واجهته مرة في عالم الشاهي اللي على طريق الثمان. هو أصلا عايش هناك أصلا هو عايش هناك. خذ لك جوالات ونعم الغالي والله الأمور سيدة في المدرسة؟ ها سيدة. ترى أنا أتوقع أنه عند المرشد الطلابي يوميا عندك أبو سلطان خذها مني. الرجال ذا لو جاك هذا أكثر واحد حيكون عنده خصم. شكلك في البرايم الأول أنت اخ والله ان شاء الله اخ العيال لا ان شاء الله هناخذ الاول باذن الله. طيب يا احد عنده شيء؟ ابد ابد بالتوفيق يا مبارك. الله يلا موفق ان شاء الله مبارك. بس مره المقدم موهبه عسره ما حد يقدر عليها. تراني استرجع عن كلامي والله رجع الحين ما ادري يا مبارك. في ناس يقولون لي الشعر والله بسيط يعني كلام وهو ما يدري ان طالع منك العرق يصبط شيء. اي بس مبارك لعبتين مقدمين لعبتين مقدمين ولا تاكل تاخذ 24 انكليت خرب الهاجس ولا عاد جبت قصيد. عندك جوال مكشاف تقول؟ مبارك عندي جوال ايفون. مكشاف ابو كشاف ما اقول لك قبل مبارك لعبتين مقدمين مو اي احد يقدر. والله يا ولد انها موهبه خلاص انا تعلمت من الخطا طالع منك ان شاء الله معي. اوكي بالتوفيق. طيب يعطيكم العافيه يلا موفق ان شاء الله. اعطونا طلال يا شباب.